مشاهدينا طاب صباحكم اينما كنتم ننقل اليكم الان الكلمه الساميه لحضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه التي يوجهها جلالته الى المواطنين الكرام حول اخر مستجدات الشان المحلي ومشروع جلالته الاصلاحي. بسم الله الرحمن الرحيم. المواطنون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يطيب لنا أن نتحدث إليكم اليوم ونحن نمضي قدما في طريق التطوير لتضيف البحرين إلى مكتسباتها مزيدا من المكتسبات بما فيه خير بلدنا الغالي ومصلحة أبنائه الكرام مستعينين بالله سبحانه وتعالى، ومتمسكين بقيم التسامح والعيش المشترك، في ظل شرع الله وعاداتنا العربية، وهي القيم التي تربينا عليها جميعا، فكانت لنا على مر الأزمان درعاً واقياً ضد نزاعات التعصب والطائفيه. لقد اثبت شعبنا الوفي ان ارادته قد اتجهت عبر كل الاحداث الى استمراريه المشروع الاصلاحي والحفاظ على مكتسبات الميثاق والدستور ودفع عجله التقدم عن طريق مؤسساته الدستوريه. واليوم نستكمل المسيره مع كل من لديه رغبه وطنيه صادقه في مزيد من التقدم والاصلاح بكافه صوره سياسيه كانت او اقتصاديه او اجتماعيه. انطلاقا من قناعتنا المشتركة التي تعي روح العصر، وتلبي التطلعات المشروعة لكافة ابناء الوطن، وبما يحقق مزيدا من التطور الذي يتفق مع الاسس الديمقراطية السلمية. الاخوة والاخوات، لا شك ان مرئيات حوار التوافق الوطني الذي وجهنا السلطتين التنفيذيه والتشريعيه للدعوه اليه دون ما شروط مسبقه وشاركت فيه مختلف قطاعات مجتمعنا بكل تصميم للمضي قدما وبكل ادراك وايمان بمبدا العمل الوطني الذي يشمل الجميع قد شكلت ملامح الاصلاح الذي نحن بصدده والنابع من القاعده الصلبه لتجربتنا الوطنيه التي ارسى دعائمها الاجماع التاريخي على ميثاق العمل الوطني وعليه وفي إطار صلاحياتنا في اقتراح تعديل الدستور، ووفاءً لما وعدنا به، فسوف نُحيل لمجلسي النواب والشورى بطلب التعديلات الدستورية، بناءً على ما ورد في مرئيات الحوار الوطني، من خلال مرسوم ملكي سنصدره لاحقاً. وياتي هذا الطلب في فلسفته ومنطلقاته ليفتح امام ديمقراطيتنا آفاقا جديده مستنده الى المرئيات التي اسفر عنها حوار التوافق الوطني وفي ضوء حرصنا على استقرار الوطن ووحده ابنائه وتحقيقا لامال الشعب ومراعاتنا للمصالح العليا للوطن وابناءنا جميعا في حاضرهم ومستقبلهم تطويرا لديمقراطيتنا وبرامجنا السياسيه. الاخوه والاخوات لقد جاءت مقترحات التعديل بمزيد من التنظيم في العلاقه بين السلطتين التنفيذيه والتشريعيه بما يحقق مزيدا من التوازن بينهما فأضافت ضمانات جديده تطبق عند استخدام الحق في حل مجلس النواب وذلك بالنص على اخذ رأي رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب كما الدستوريه بعد ان كان ذلك مقصورا على ما يتفق فيه الملك مع رئيس مجلس الوزراء. وتضمنت بالنسبه لتعيين اعضاء مجلس الشورى ان يصدر الملك امرا ملكيا سابقا على امر تعيينهم يحدد فيها الطريقه والاجراءات والضوابط التي تحكم عملية اختيار الأعضاء. وتفعيلاً لدور المجلسين في إعداد ميزانية الدولة وسن التشريعات، اتجهت التعديلات المقترحة إلى زيادة المدة المقررة للمجلس الوطني وجناحيه الشورى والنواب، للبت في مشروعات القوانين التي تنظم موضوعات اقتصاديه اذا طلبت الحكومه نظرها بصفه مستعجله. كما اتجهت الى تفعيل دور الجهه المختصه بمهام اعداد التشريعات لوضع اقتراحات التعديلات الدستوريه واقتراح القوانين في صيغه مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون، وتحديد مدة زمنية لإحالة هذه المشروعات إلى المجلس الذي ورد منه الاقتراح. وأتاحت هذه التعديلات للمجلسين إعداد الميزانية العامة للدولة بطريقة أيسر، بما يمكن من العمل بالميزانية الجديدة. في بداية السنة المالية، وبما لا يسمح بإصدار الميزانية لأكثر من سنتين ماليتين. واتفاقًا مع ما انتهى إليه حوار التوافق الوطني، اتجهت هذه التعديلات الدستورية إلى تفعيل الإرادة الشعبية في تشكيل الحكومة عن طريق برنامجها حيث يتم مناقشة البرنامج الذي تقدمه الحكومة لمجلس النواب بعد أدائها اليمين الدستورية لإغرار هذا البرنامج أو عدم إقراره. وفي حالة إقراره تكون الحكومة قد حازت على ثقة المجلس. كذلك عملت التعديلات المقترحة على تعزيز الدور الرغابي لمجلس النواب بما يؤدي إلى قيام المجلس بهذا الدور منفردا فقررت انفراد هذا المجلس بحق تغرير عدم إمكان التعاون مع الحكومة وحق طرح موضوع عام للمناقشة كما حرصت هذه التعديلات على إضافة ضمانات جديدة لتحقيق مشاركة مجلس النواب مجتمعًا عند مناقشة الاستجوابات التي توجه إلى الوزراء، وتحديد فترة زمنية لإبداء الحكومة أسباب تعذر الأخذ بالرغبات التي يبديها هذا المجلس. وذلك بالإضافة إلى ما يختص به هذا المجلس في ظل الدستور بالنسبة للاستجواب وسحب الثقة من الوزراء وتشكيل لجان التحقيق. وإذا كان الدستور قد أعطى لرئيس مجلس الشورى الاختصاص بإحالة مشروعات القوانين التي يتم الموافقه عليها من المجلسين الى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ اجراءات اصدارها كما منحه اولويه رئاسه اجتماعات المجلس الوطني فان التعديلات قد منحت رئيس مجلس النواب هذه الاختصاصات وهذه الاولويه. الاخوه والاخوات انني على ثقة تامة من ان السلطة التشريعية ستنهض بمسؤولياتها الدستورية كي تخرج هذه التعديلات محققة لما توخاه حوار التوافق الوطني، كما ان الخطوة التاريخية التي نخطوها اليوم تفتح ابوابا واسعة أمام الديمقراطية وتطوير ممارستها، كي تبني عليها أجيال المستقبل للوصول إلى آفاق جديدة. ولا يفوتني في هذا المقام نؤكد على أن الديمقراطية ليست مجرد نصوص وأحكام دستورية وتشريعية، فالديمقراطية ثقافة وممارسة. والالتزام بحكم القانون واحترام للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان مقترنة بعمل سياسي وطني جاد يمثل كافة أطياف المجتمع دون إقصاء أو محاصصة وأنني أدعو لأن تتوازى مع هذه الخطوة المفصلية التي نخطوها اليوم خطوات لا تقل أهمية لتعزيز ثقافة الديمقراطية وممارستها على أرض وطننا القالي كما ونهيب بكافة فئات المجتمع القبيلة العائلة الأسرة أن تعمل جميعا على أن يلتزم أبناؤها باحترام القانون وهي مسؤولية يجب أن يتحملها الجميع خاصة عندما يرتبط احترام القانون بمبدأ التعايش المشترك والتسامح والألفة والمحبة إننا نجتاز اليوم مرحلة هامة من تاريخ البحرين والإصلاح الدستوري والسياسي لا يتم أو يتواصل في فراق وانما يرتبط ارتباطا موازيا ووثيقا بالاصلاح الاقتصادي وجهود التنميه وباصلاح اجتماعي يرعى مصالح كافه ابناء هذا الوطن سنمضي معا في هذه المرحله لتحقيق كل ذلك بعزم وثبات داعين الله العلي القدير ان يحفظ بلادنا وامننا واستقرارنا ويبارك خطانا ويديم وحده كلمتنا انه سميع الدعاء حفظ الله البحرين واهلها الكرام وامدنا بعونه وتوفيقه ورعايته انه نعم المولى ونعم النصير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدينا تابعنا معكم الكلمه الساميه التي وجهها حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الي المواطنين الكرام حول اخر مسجدات الشان المحلي ومشروع جلالته الاصلاحي شكرا لكم